الاهلي انه ينتزع لقب السوبر من بيراميدز اللي تم استدعائه في ظروف استثنائيه حدثت قبل هذه المباراه، نجح النادي الاهلي في الوقت الاضافي انه يفوز في مباراه النهارده. هو الحقيقه الاداء كان كويس جدا من بدايه الماتش، بس كان في حذر زي ما بنتكلم كده، يعني حذر من فريقين، كل فريق عايز يقرا الثاني، كل فريق عايز يستقطب الاخر لاسلوبه، ولكن لقينا الخطوط فتحت اكتر في الشوط الثاني وبدات تزداد اشتعالا من بعد التغييرات، من بعد تقريبا الدقيقه 60 سواء في بيراميدز او بعد الدقيقه 70 في بالنسبه للنادي الاهلي. التغييرات يعني ايه؟ عملت شويه فارق في الملعب، بقى في حماس اكتر، بقى في رغبه ان انا عايز احسم الماتش، لغايه طبعا ما شفنا بقى بدايه الوقت الاضافي مع كهربا اشعل الاجواء بركله الجزاء اللي حصل عليها وسددها علي معلول يعني بالتخصص، فكانت النتيجه. بعد كده قدر بقى مارسيل كولر ان هو يقفل خطوطه تماما بتغييرات دفاعيه عشان يحسم الماتش ويخرج بهذه النتيجه. طيب احنا عايزين بس نطمن الساده المشاهدين، لان كان لحظات فزع وهلع كبيره جدا في استاد اللقاء بعد انتهاء المباراه، حاله اغماء لنجم النادي الاهلي محمود متولي، ولكن فاق سريعا والامر انتهى بسرعه جدا. دي كده راس سياره الاسعاف للجهاز الطبي حقيقه لبيراميدز وطبعا والاهلي جريوا على طول على اللاعب عشان يشوفوا اللي حصل. الموقف متميز جدا من بيراميدز الصراحه. اكيد طبعا، يعني احنا في الاخر فرق مصريه وفي الاخر اللعيبه كلهم صحاب، يعني منافسه في الملعب لكن خارج الملعب خلاص. طبعا سياره الاسعاف اللي نزلت مباشره على طول ولحقوه وحصل افاقه وخرج من الملعب واقف على رجله ماشي، وما اعتقد ما يعني يكون بس اكيد لازم هيعمل فحوصات على طول حاليا أكيد. عشان نشوف سر الاغماء المفاجئ. اكيد طبعا، اكيد طبعا. نتمنى السلامه لكل لاعبينا. بنطمن تاني جماهير المصريه وجماهير النادي الاهلي على نجم الفريق محمود متولي ان هو طبعا فاق بشكل كبير جدا ومفيش اي مشكله بالنسبه له، والامور الطبيه حاليا جيده بالنسبه له، وان شاء الله نشوفه في التتويج وهو بيستلم الميداليات مع فريق النادي الاهلي. كلمينا عن النهارده على الحاله